كابتن حسام هينجح مع منتخبنا ولا شايف الدنيا ده في في ظل علم الغيب، الضغوطات دي انا اتمنى له اللي هو ينجح ان شاء الله، ولكن النجاح من عنده ده في علم الغيب، في علم ربنا سبحانه وتعالى. لكن تحب تقول له ركز مع المنتخب وما تبصش اللي لا انا حواليك بتمنى له ولا التوفيق وبقول له ربنا يوفقك وان شاء الله تعمل يعني احسن حاجه، لان انت في الاخر وفي الاول انت ماسك منتخب مصر بيمثلنا كلنا، واحنا عاوزين نجاح لمنتخب مصر مش عايزين اكتر من كده يعني. محمد؟ انت طول عمرك في منتخبات مصر لحد المنتخب الاولمبي، وكنت دايما واحد من النجوم مش مجرد لاعب بيشارك، لكن مالكش حظ ليه مع منتخب مصر الاول؟ يمكن باستثناء فتره كابتن ايهاب الله يرحمه، يمكن الفتره وفترة الاولى برادلي أكتر فترة لعبت فيها كانت فترة كانت برادلي. فتره برادلي، وبعد كده بقى بعدت شويه يعني. ليه؟ والله يا بص يا مصري، ما أقدرش أقول لك لأسباب معينة، وما أقدرش أقول لك يعني ما أقدرش أقول لك إيه السبب بالظبط، ولكن في الآخر في الأول هو توفيق ربنا يعني، ممكن ما كنتش يعني أكيد ربنا كتب لي الخير وعمل لي الأحسن يعني. لو في الزمالك كنت هتفضل في الزمالك لحد دلوقت، كنت هتبقى متواجد بصفة أساسية في منتخب مصر؟ الله اعلم برضه، ده في علم الغيب برضه ما اقدرش اقول لك يعني. لا، على مستواك انت واحد من النجوم واحد من اللعيبه ما انا الكبيره، ما اقدرش بص، فرق لا ان انا في انت في انا في الزمالك او بدايه في الاهلي او في في فرقه تانية؟ بدايه كلامي بتفرق، اها، مش هقدر بس اقول لك ما بتفرقش، بتفرق، ولكن في بدايه كلامي انا قلت لك انا ما اقدرش اقيم نفسي في الاخر، انا يعني انا اي كل واحد بيشوف نفسه احسن واحد في الدنيا، انا في الاخر بشتغل وبعمل عليا اي حاجه تانيه بتاعت ربنا. بس بمستواك وبأدائك عندك الطموح ان انت عايز تروح منتخب مصر في اكيد طبعا، الفترة اللي اكيد جاية، طبعا، طول ما انا بلعب هبقى عندي طموح ان اروح منتخب مصر. شايف البنك ممكن يبقى بوابة ان انت تكون موجود الفترة الجاية، وخاصة ان البنك يعني من الفرق اللي عندها سكواد كويس، عندهم جهاز فني ما شاء الله على اعلى مستوى. شايف ان دي فرصة لمحمد ابراهيم ان انت تقدر ترجع تاني المنتخب من خلال البنك الاهلي؟ اتمنى طبعا في البدايه ان انا يعني اكون اضافه ليهم، واتمنى ان ان شاء الله اكون عند حسن ظن الناس فيا، اللي هو اشرف وكابتن طارق وكابتن امير وكابتن عصام وكل الناس اللي موجوده، لان هم فعلا ناس تستاهل، حتى اللعيبه كلها يعني. انا لما دخلت البنك يعني كان بيتقال كلام وكده، ولكن لما دخلت انا حسيت ان انا في يعني ما خدتش وقت، انا يعني بقالي مثلا معاهم شهر ولا حاجه، ما خدتش وقت اللي انا دخلت في وسطيهم، الناس كلها كويسين، حاسس ان انا دخلت في عيلتي يعني، انا حاسس ان انا في وسط عيلتي. اتمنى ان شاء الله انا في البدايه اكون اضافه لهم قويه، واللي احنا نحقق طموح الاداره، والواحد الباقي ده بتاع ربنا، لو ربنا كاتب لي خير انا اكون موجود في المنتخب، اتمنى طبعا ان شاء الله.